اخر نعم لا شوف احنا خل خل شوي نفرق الناس نعم. عندها شوي لبس نعم. في موضوع رئيس وزراء شعبي او رئيس نعم. وزراء نعم. منتخب نعم رئيس وزراء منتخب نعم. احنا ما وصلنا لهالمرحله نعم نعم هذا تفضل اي رئيس وزراء شعبي نعم. هو يعني يتم باختيار صاحب السمو امير البلاد نعم. حسب النصوص الدستوريه ولكن ايضا ممكن نعم. يعني هم ما يمنع ان هذا الشخص اللي يكون من آه اللي يتم اختياره ك رئيس وزراء شعبي ايضا يكون من ابناء الاسره الحاكمه ولكن ممكن يكون خارج عن ذريه مبارك ممتاز هل احنا وصلنا فعلا مجتمعنا وصل لمرحله من النضج انه يقدر يتقبل وجود رئيس وزراء شعبي وجهه نظري انا انا اتوقع مع الاسف لا لغايه الحين لا يعني شعبنا مع الاسف يعني لان انت 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 الحراك الحراك السياسي لاي بلد معناته انك تتطور تنتقل من مرحله لمرحله نعم احنا مراحلنا كلها هذه واقفه نعم اه مع يعني واكررها مع الاسف ثابتين في خطوات التنميه ثابتين في تطور البلد للحين ما تحركنا اي خطوه مقدمه المشاريع بعض الدول الشقيقه تبدا بعدنا وتوصل لا وفي دول عربيه تبدا بست... ب... بمعونات كويتيه نعم. تبدا المشاريع بعدنا وتوص وتخلصها قبلنا واحنا مشروع ننتظره من 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 س تسع سنوات او ست سنوات ولليوم على اساس مناقصات ودوره مستنديه و, و يعني مقاول فاسد والكلام اللي نسمعه نعم. في الجرايد نعم. نعم. طيب البعض خمشاري يعني يرى بان مقوله المجلس سيد قراراته هي السبب اليوم اللي سببت الازمه وطبعا هذه المقوله اللي كان الشهير فيها طبعا رئيس مجلس الشعب المصري فتح سرور نعم. وانتقلت هذه الى مجلس الأمة الكويتي وخصوصا يمكن نواب الشعبي أكثر ناس يعني رددوها يقال بأنها هي السبب اللي اليوم أصروا نواب الأغلبية على دمج السجاوبين رغم مم. أن هناك قد تكون آراء قانونية بأن هذا مخالف لكن بما أنهم يرون بأن المجلس سيد قراراته وبالتالي أي قرار يصوت عليه إذن يعتبر قانون نافذ هل مم. فعلا هذه المقولة هي السبب للخلاف؟ أنت تشوف فيها مشكلة هالجملة؟ اذا كان يعني اذا كان الـ 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 اذا كان انا اشوف نواب يخالفون يعني كثير من النواب يعني على الراشد النائب اكثر من نائب القلاط كانوا نعم ينتقدون هذه العباره بالذات ليش؟ يعني خلينا نسال يعني ليش؟ يقولك هناك هناك لائحه وهناك دستور الالتزام به يفترض طيب لا, لا تخرج عن هذه الاطار طيب اذا 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 قررت اذا اتفق النصوص الموجودة نصوص الدستور ونصوص اللائحة الداخليه بشهاده القانونيين والمختصين وخبر الدستور يقول لك نعم هي نصوص جامده نعم انت تحاول قياسها وتاويلها حسب الموقف الموجود، ليش انا يصير عندي حساسيه من كل كلمه تنقال؟ طيب احنا من قبل سنتين كان المجلس فعلا سيد قراراته وكانت القرارات تصب في صالح الاغلبيه في أنا ذاك هذه هي الدمو... احنا ديمقراطيتنا اخوي عويد خلينا نكون شوي صريحين مع انفسنا، ديمقراطيه ديمقراطيتنا ديمقراطيه عدد وليست ديمقراطيه كفاءه. ما عنده يعني معطياتنا الاجتماعيه قاعده توصل لنا حسب عويد عنده آلاف يوصل فلان اكس من الناس عنده عشرة انفار وهو افضل من الاخ عويد يعني لا يصل مو صحيح مو نعم مو نعم يضرب ولا يقاس نعم صحيح فالفكره كلها ان احنا الكفاءات عندنا تبتعد الاكثريه العدديه قد توصل بسبب معطيات اجتماعيه سلبيه بوجود الطائفيه بوجود القبليه بوجود العنصريه هذه كلها معطيات موجودة عندنا في المجتمع مع الأسف يعني نعم ممتاز طيب أنا بنتقل القبس يعني اليوم فيها أكثر موضوع خيار مساءلة رئيس الحكومة وارد يعني لديها خبر القبس سنفرد اليوم عن بقية صحفنا نعم يعني الآن مو بس يعني رافضين كما تقول القبس موضوع الدمج الاغلبيه نعم. لا رئيس الوزراء على الموقف اللي وقف اليوم كما تقول طبعا من ضمن الافكار التي طرحت هل فعلا نعم. ممكن بعد انه يساء رئيس الوزراء هذا اذا في يعني في مجال اذا لحقوا يعني نعم بعد. مسألة رئيس الوزراء على شنو؟ على انسحاب الحكومة؟ يبدو يعني هذا كما تقول هل تعتقد يعني. انت انسحاب مم. الحكومة مم. آه بنواب بأعضائها نعم في آه في خل في اي شيء يعني يخل بادوات الدستور او مم. هو انسحاب موقف سياسي يتخذ عادة آه من من اي جهة بم يعني بمقابله قاموا فيه آه تسع نواب او 11 نائب في جلسه افتتاح مجلس الامه في اذا ما خاب في احد الادوار الانعقاديه بعد مغادره صاحب السمو امير البلاد وافتتاح الدور الانعقادي انسحب 9 و11 نائب انسحب نعم هو يعني كانها رساله سياسيه تم توجيهها فقط لا غير. نعم نعم طيب انا على موضوع حتى الموضوع الرئيس الوزراء الشعبي في القبس طبعا ممكن تبحث عنه الاغلبيه مقر واحد نعم ورئاسه ورئاسه وزراء شعبيه كما تقول اذا حل المجلس هذا الخبر طبعا نعم حتى ندلل عليه اليوم موجود في جريده القبس يبدو انه اتفقوا يعني على المقر كان الامور متجهه للحل اذا اتجهت للحل كان الأغلبية ترى ان في حل مو قاعد اقول لك اذا اتجهت للحل لا تتوقع احنا عندنا ترى يعني احنا مو بمعزل عن العالم ويد آه العالم حوالينا قاعد يتغير حراك سياسي سريع يعني واحنا مرتبطين آه في ناس في, الكتل في كتله الاغلبيه عندها قوه ضاغطه فعاله بانها تدفع الى حكومه شعبيه ومصره على هالموضوع نعم تتفق معاه تختلف معاه أنا شخصيا صرحت أني أقول لك أي مختلف معاه لكن هو فعلا مصرين على وجود حكومة شعبية وبعضهم يذهب إلى بعد من ذلك إلى وجود حكومة منتخبة نعم. نعم. طيب طيب شنو توقع اليوم اخ مشاري جلسه اليوم؟ يعني الان الكل مصر على موقف، شنو السيناريوهات اللي ممكن نتوقعها؟ كم سيناريو ممكن نتوقع اليوم بالجلسه؟ هو يعني انت امام امرين، تنازل الاغلبيه هو مستبعد، نعم. الامر الثاني اتوقع حالة صدام وهذا اللي انا متوقع اللي اشوفه نعم. آه اللهم الا اذا كان آه احمد السعدون رئيس مجلس الامه هو من سيبدا سيبدا, سيبدأ التراجع نعم. وانا استبعد هالموضوع بعد خصوصا بعد تصريح اليوم نعم. ف انتخابات صيفيه نعم. ممكن طيب ليش ما تكون الحكومه تقدم استقاله يعني لماذا الان الكل ذهب إلى موضوع بأن حل مجلس الأمة لماذا أقل تكلفة نعم. الحكومة والله طبعاً الأمر بالنهاية سمو الأمير نعم. يعني في أحداث حصلت في مجلس 2009 يعني نعم. سمو الشيخ ناصر محمد يمكن أكثر مرة رفع وبالتالي الأمير قبل استقالة الحكومة ولم يحل المجلس حصلت هذا صحيح. الأمر في, صحيح. في أوقات في الأزمات ليش نعم. حنا نذهب الكل ذهب إلى الحل وما فكر هذا القرار طبعاً سمو الأمير ممكن يكون يعني نعم. تدوير واستقالة الحكومة لا استقالة الحكومة يعني ما اتوقع ان راح تبدي حفظ الوجه للطرفين حكومه الشيخ جابر المبارك ما اعتقد انها راح تاخذ نهج حكومه الشيخ ناصر محمد يعني تكرار الاستقالات المتوالي كان يعني اضعف من قوه الحكومه ودخول وخروج يعني عندك انت مثل حركه دوران الوزراء كانت جدا يعني سريعه في الحكومات السابقه ما اتوقع الشيخ جابر المبارك يحاول انه يتجه إلى أن نحو هالخطوه. نعم، اذا نعم. توقع شنو؟ ممكن آه عدم تعاون؟ مو قاعد اقول لك ممكن احنا نتجه نعم. لانتخابات صيفيه تصادف برمضان برمضان هذا المشكله نعم. يعني هي اللي يضيق الخلق نعم. برمضان الخليفه جهزوا خيامكم نعم. البراك للشباب نحتاجكم تجهزوا واضح يعني نواب الشعبي بالذات خلاص يعني ماخذين ما الحل بجدية ما عندهم مشكلة هذا أرجع أقول لك إذا, إذا كانوا نواب الشعبي نعم. وغيرهم مم. مصرين في هذا الاتجاه نعم. الخسارة أولاً نعم. للمواطن البسيط مم. اللي ما شاف ثمار هذا المجلس اللي كثير من الناس كانوا يتوقعون أنه فرحوا فيه بعد وجود فترة الإعلام شارك فيها النواب شاركوا فيها برحيل وتسجيل رحيل اول رئيس مجلس وزراء في تاريخ الكويت يرحل نعم. عن فتره قصيره يعني لا عن كرسي رئاسه نعم. الحكومه اول مره تقصد اسمه الشيخ ناصر نعم كنا متوقعين ان يكون التعاون مثمر بين الحكومه والمجلس نعم. لصالح المواطن فقط لا غير البلد قاعد تتشنج الاخطار قاعد تحدق فيك من كل ناحيه وصوب في قضايا اقليميه اهم من القضايا المحليه اللي انا اشوفها بسيطه ممكن تحل بعيدا عن النزاعات والخلافات السياسيه لكن مع الاسف عندنا مشكله تشنج الاراء التعسف في استخدام الادوات اللغه الغير مقبوله من جميع النواب ومنهم اليوم طبعا نواب الاقليه اللي مع الاسف لما اليوم كانوا قاعد يتكلمون بانسحاب الحكومه وكانه انجاز، بالعكس احنا كنا نتمنى انه يكون في تعاون بين سمو رئيس, رئيس الحكومه ورئيس مجلس الامه من اجل البلد، انسحاب الحكومه يعني عطل اليوم جلسه، كنا احنا ممكن ندخل الاستجوابين لو كان الاغلبيه يعني تراجعت عن موقفها وتم وقامت باخذ الاستجواب تلو الاخر. خلصنا اليوم كله، وبكره ممكن تكون في قوانين مثمرة لـ 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 للمواطن للمواطنين أكمل يعني. نعم، ممتاز. طيب نشوف أخ مشاري عندنا كاركتير الشاهد، نشوف نعم الكاركتير مخرجنا إذا جاهز. ما في كاركتير. طيب، نعم إذا حل مجلس الأمة يعني البعض يتساءل ويعني نفس الدوائر الخمس، بالتالي أعتقد سيكون يعني نجاح الأغلبية من جديد شيء وارد بقوة لكن كما طرحت جريدة نعم الرأي عشر نعم دوائر. نعم هل فعلا ممكن السيناريو هذا يكون مرسوم ضروره بعشر دوائر وبالتالي اعتقد اذا صار عشر دوائر نعم. حتى تخربط الاغلبيه خربطه ما بعدها خربطه يعني يعني قياسا رسم الدوائر بشكلها الخمس كرس عندنا مفاهيم القبليه والطائفيه وانا كنت استغرب يعني حتى اعتقد يعني في تلمس ان المنادين اللي كانوا ينادون في دوائر الخمس تحسفوا ما توقعوا وده قدموا مشروع دائره الدائرة الوحدة. الوحده نعم اليوم انت امام اما تاتي الدائره الوحده اللي تعزز من قوه كتله الاغلبيه نعم او ان انت تتجه في الدوائر العشر ما ما تقدر يعني تتنبا شنو يكون ممكن موجود ولكن انا لكن هت... اذا نفس الخمس دوائر نفس النظام راح <applause> يا لا هذا يا زيد ما غزيت يعني لا طبنا ولا نفس الشيء يعني تقريبا هو العشر دوائر يظل انا اعتقد ممكن تكون افرازاتهم اقل حده من اللي شفناه لان احنا كل ما قد تتقدم تجربتنا الديمقراطيه يزيد عنصر عندنا احنا بدينا اول شيء بالقبليه بعدين انتقلنا الى الطائفيه نعم. بعدين دخلت العنصريه نعم. وين رايحين فينا بسبب اسم الديمقراطيه يعني نعم. يعني المشاكل للاسف يعني تتلو الاخرى نعم. وشيء غريب جدا خمشاري يعني اقل من ثلاثه اشهر او 90 يوم توصل علاقة نعم. اعتقد شد المتشائمين لم يتوقع صحيح. أه يعني هذه العلاقه انها تصل في هذا بين الحكومه وبين المجلس يعني الختام الان ما بقى عندنا الوقت انتهى خمشاري نعم. لكن باختصار شنو ترى يعني المستقبل انا اتمنى ان نكون متفائلين لكن المعطيات سلبيه مع الاسف يعني انا دائماً مشكلتي اليوم مع الاسف وايد اكرر صح صحيح, صحيح لكن معطياتنا الـ الـ فعلا الكل يوم يعني اليوم الكل يقول مع الاسف يعني نعم فعلا ما كنا نتوقع حتى ننتقد احنا الاغلبيه لماذا الاصرار بما اننا ننتقد الحكومه كذلك ننتقد الاغلبيه لماذا الاصرار صحيح على هذا الموضوع موضوع ما يسوى يعني اسحب استجواب وقدم استجواب وفي اسبوع اسبوعين يا اخي يعني يا أخي نعم كما يقال امر الله من سعه يعني تو الناس ما عندك اي مشكله يعني شو المشكله مي طاير الدنيا ولا والمجلس ترى موجود يعني حسب تصريح السيد احمد السعدون من بدايه اول الجلسات قال ان المجلس راح يستمر لي في العمل لشهر لي ثمانيه لشهر ثمانيه نعم, نعم. ل 2 لكن لا. للاسف اذا اخ مشاري انت يبدو متشائم وانا كذلك المره هذه للاسف متشائمين الكاتب والاعلامي الاخ مشاري الحمد شكرا جزيلا شاكر وإتراك لك وإتراك هذا الحوار شاكر لك اخوي شكرا شكرا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا قد استمتعتوا ومع يراكم إن شاء الله في حلقات قادمة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك أستودعكم الله في أمان الله